ثواني قبل ما بلش، اكيد كلكم بيعرف لعبه امونج اس، واللي ما بيعرف عنها مشان ما اشرح عنها بالفيديو طول الفيديو، تحت بالوصف نزلت لكم مقاله شرح عن لعبه امونج اس مع روابط تحميلها مجانا للاندرويد والايفون. وطبعا اذا حابين نرجع الالعاب المنوعه على القناه خبروني تحت بالكومنتات، ولا تنسونا من حب شكلاتكم تبع الدعم. يلا جاهزين؟ يلا. السلام عليكم شباب. السلام. او ماي الله. هيثم حمار حمار. اوكي انا عملت ريبورت. كنت بالفي اي بي وجسد محمد تحت همة كان معه، كان فوق جسم ما عم ببلغ عليها. انا 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 كمان اشيك بهمة. انا كمان كنت بغرفة الفي اي بي. ايه مزبوط، كان معك محمد، كانت الجسة تحتك بالضبط بالضبط. مو ميت، الله عايش. لا ميت والله، مات. وات ذا فك، وات ذا فك، ملقلق هنا يا وش. ابو والله كان موقف جنبي يا ابن المهمه. ابو عجرة، ابو عجرة انت وين رحت؟ ما لفظ اسمك. رحت استرج، رحت استرج بدي اعمل مهمه. استرج. شو ابو زيك همان طلع ما؟ انا ما اعرف، انا عملكم، انا شفت، انا شفته يعني فوق الجسه. وين دليلك؟ وين الدليل؟ انه شو انا بالنسبه لي؟ دليل انت على الجسه، انت على الجسه كنت واقف. ما ايش اتصدق ابو الزيك؟ ايش ما ابو الزيك كان فوق الجسه؟ انت انا جيت دخلت على الغرفه، ابو الزيك قتل وانا فت على الفي اي بي واجي ابلغ خدامي. يا زلمه ليش ما بلغت قبلي؟ طيب واجي انا شك ابو الزيك صراحه. طب ليش ما بلغت قبله؟ ليش بعد؟ ما انا كمان بشك معك. انا بعد مو اي والله انا زلمه. انت ليش راح عم عليك؟ كيف شريك؟ ليش تلعب بالحالي؟ ما عم بلحق عم بيجي معك. خوفتني هم. لا والله عم بيجي معك. انا شفت ابو عجل. انا متاكد على هم كبده زباله. ابو عجل هم ماشي دم برحمة. انا شفت، انا شفت الجسه يعني. ابو عجل قدامي كبل زباله كلير. هم ما انزل على ثاني. يلا القلب ماشي ماشي. ملم قتلته قدامه، قتلته قدامك يا حمار. انت عم تسوي التاسك، شفتك ما منتبه، قتلته وبلغت عليك. وطبعا بعد ما شفتوا هاي الحركه زادت الشكوك شوي علي. مثل مو شايفين امبوستر تاني واقف مع شخص تاني، واكيد راح يقتله ويجيب العيد. على كل حفظت محلاتهم وقررت اني العب لعبه تانيه معهم. وي كاد اما اوكي سعيد. انا اللي جبست الزر وما بعرف اذا في حدا ميت ولا لا، بس من جاي اشوف. اوكي بعد ما خلصت التسكات اللي عندي. فميت زانا، مين كان قريب من زانا يا جماعه الخير؟ انا شفت هيثم قريب من زانا. انت لا تحكي، انت صرت شاكك فيك. زاك أوكي. صرنا شاكك فيك حبيبي. زاك ليش عم تشلف هيك يا اسماء؟ لا ما شلفت، ما شلفت. ثواني يا جماعه الخير، مين شاف زانا؟ انا صراحه ما شفت، انا نزلت على طول. زانا تقريبا وين كان يعني؟ شوف زانا اذا بدكم بخليه يحكي، بخلي زانا يحكي مع انه ميت بس إيه. يقول يعني انه كلامي صح ولا لا، فهمت كيف؟ بس ما يقول انه مين قتله. وين كان؟ ما بس وين كان؟ بس نريد نعرف وين كان. انا زانا، زانا كان عم يسوي تاسك تحت عند الالكتريك، تحت بالزاويه على اليمين. لا كنا بعاد. لا زانا كان موجود، ونيك وهيثم كان موجود كمان. انا شفت هيثم بالنافيجيشن يعني. زانا ما بصير تحكي، انت ميت. ما حكيت يا حبيبي، ما حكيت. شفت الشغل انك تبلغ تبلغ عرفيه. مين هذا اللي حكى قال ميت؟ مين هذا اللي حكى؟ تخيل ما حكى شوي. انا ميت كمان. بس مين اللي صوته قريب من صوت زانا حكى؟ ايه بس خلص خلص بس بس دي 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 دي. اذا 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 خربطنا، اذا هم ما طلع القاتل اي مصيبه. هم ميت بعرف، بس هي طلعنا كم يعني. اه
نحن الالعاب برا السفينه يعني هسه والله احنا فيها حبيبي. طب سعيد ليش جيت عملت فويد؟ طيب ما حكيت انت ليش جيت عملت فويد؟ طيب عملت التاسكات عندي وجيت على النص وعملت فويد لاني لحالي كنت بالطرف اليمين فبدي اشوف اذا صاير شيء فانا صرت بشوف بزاك ما بعرف. انا حكيت لك انا كنت تحت باليمين انا عمل لك شفت زانه وهيثم وطلعت على الكافيتيريا اشتغل التبليغ. صوته صوته خصون ايش هات او ماي جاد كنت بدي بلغت عرفي اوكي زاك هو وهيثم القاتل هو وهيثم القاتل الاثنين هاتهم وشلون وصلت للاستنتاج مثلا؟ انا ليش ليش انت عملت ريبورت عشان تحكي هالكلمه سؤال انا عملت ريبورت خليني احكي اوكي محمد احكي انت مو شغال خلي محمد يحكي دايا يلا احكي الجثه باب الكهرباء الالكتريكال حلو اوكي كان الباب مسكر اوكي نحن الثلاث اصلا بانه كان معي طيب شوف نحن أربعة زاك نحن أربعة كنسية هيثم وهذا الأزرق وهذا اللي مات طيب البرفور هذا طيب كمل كمل دايا شوي دايا خلي يحكوا بس دايا خلي خلصوا حكي أنا طلعت هذا قتله وسو هذا الشي سمونا نداء يعني هو قتله وسوى نداء أصدق يعني إيه إيه لأن يا هو يا هيثم اثنيناتهم القتلة بما انه هم مو هو صوت هيثم رايك ايش عرفت مو هم بلكي انا قاتل ما تصوت شارلوك يا اخي لازم يطلع لو انت مخافية وزيك اجباري واحد بده يطلع لانه بعدين دبل كيل ما احنا ما بنعرف اسف صوتوا على انا راح اصوت معكم انا اجباري لازم واحد يطلع بنضحي بواحد اجباري على محمد انا صوت على هيثم على هيثم ولا محمد انتوا صوتوا على هيثم والله انا صوتت على محمد صدقوني القاتل الزاهر يلا طلع هيثم شايف امبوستر بيطالع شريكه الامبوستر It's me bro Sometimes you need to sacrifice your friend باللحظة حصلت وكان لازمني خطة جدا بديلة بعد ما تخلصت من القاتل الثاني اللي هو لازم يساعدني وضليت لحالي وضد ثلاثة اوكي بس معاش احكي شغلة ليش بس ثلاثة عاملين تاسكاتهم طيب؟ عن جد ما قدرنا كل مرة يجيني حتى اي طيب انتوا اشباح طيب حتى اللي ماتوا اشباح روحوا سووا تاسكاتكم يعني ليك ونحن الاربعة العايشين ماشي؟ اسمعوني نحن الاربعة العايشين في بيناتنا قاتل هلا من ازرق هلا المصطلح ايش عرفك انه ما في قاتلين بيناتك؟ لا ما تصوت على حدا هلا بس خلونا نمشي مع بعض يوثق انه ما نقاتل يمشي مع بعض ماشي عشان نروح نعمل تاسكاتنا مع بعض يلا اوكي انا شفت شيرلوك وحسن رح امشي مع شيرلوك وحسن اوكي انا ومحمد انا ومحمد وسعيد نازلين على غرفه الكتريك تمام انا ضليت بغرفه الاستوريج ولا اشوف سعيد ميت ومحمد عنده بس غرفه الكهرباء كانت مسكره طب خليني احكي محمد هو القاتل محمد انا متاكد محمد القاتل متاكد زاك انا كنت بغرفه القياده اسوي المهمات انا ما مخلص المهمات يب انا عليت بالاستوريج محمد اول مره قلت لكم يا محمد يا عيد اثنين جي 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 كنا اربعه سوا واحد مات اثنين ظلوا ابو زيد شلون بتجيب فينا العيد يا كم مره بتاخذ القاتل يا زلمه مشغل جيت شو تمشي شلون بتجيب فينا العيد انت اجباري شايفك فيه ولا الزلمه مشكلة إذا بدي أقتل سعيد يقعد يعرف يدافع عن حاله بس أنت شيل سعيد وجيب الثاني فهمت كيف؟ المشكلة إنه شلون